هاد الناس مجموعين ومخلوعين على دار الشوافة ديال الدرب، كيسمعوا الصوت ديال الدري صغير كيبكي خارج من دار ديال الشوافة. حتى شي واحد ما فهم شي حاجة، دازوا بزاف ديال السوايع وتا شي حد ما عرف علاش داك الدري كيبكي في الدار ديال الشوافة. كلشي غادي يبدا كيشك وتخلع، ياك ما تكون شي حاجة في دار الشوافة، ياك ما الدري كيديروا ليه شي حاجة. هادشي اللي غادي يخلي الناس يعيطوا للجندارم باش يجيو بالزربة يفرقعوا الدار ديال الشوافة ويشوفوا شنو واقع فيها. وملي جاوا الجندارم وفرقعوا هذيك الدار، لقاو بلي داك الترابي اللي كيبكي ما واقع ليه والو، ولكن المصيبة هي ملي غيشوفوا اشنو اللي مخليه كيبكي واشنو واقع لهذيك الشوافة وشكون اللي كان معاها. حيت داكشي اللي غتعرفوا اللي وقع في الدار مستحيل تخيلوا. السلام عليكم وتحياتي لكاع الخوت والحباب واحد واحد. سمحوا لي السيمانه تعطلت لكم شويه حيت كنت قلت لكم بلي غنحول الماتريال وغنتحول لواحد البلاصه اخرى، هذاكشي علاش تعطلت. شكرا بزاف لاي واحد خلى كومونتير ولا خلى شي كلمه زوينه، حيت كلشي كيتنسى والهضره الزوينه كتبقى محفوره في القلب. تحياتي وفرجه ممتعه. لافير ديال اليوم غنبغيكم الخوت تسمعوا لها بالعقل بلا ما تخدموا العاطفه، حيت القلب شي مرات ديما تيزلقك، اما العقل غالبا كيوريك الطريق اللي من الاحسن لك تمشي معها. لافير غتكون مع واحد الشوافه، كما تعرفوا الشوافات الله يهديهم والله يسمح لهم الاعمال اللي كيديروا راكم عارفينها، كيقصدهم بنادم اللي كيجي باغي الخدمه في بنادم اخر بلا ما تيسولوه ولا تشوفوا الذنب، وتيقضيو مع الغراض بلا ما يعرفوا داك الطرف الاخر. قدر يكون بريء، قدر يكون مسكين توا مطالع به الله، ولكن في الاول وفي الاخر بلا ما تيشوف الفلوس والدرهم. حتى الناس اللي ساكنين تما كيجيو يقضوا عند الغرادات دايره بلاصه تما داخله سوق راسه، خصوصا فاش كيكون واحد الانسان اللي ضارب سنوات مع الوقت البشر تينسى وما تيبقاش مسوق عليه. هاد الشوافه كانوا مؤخرا جات عندها واحد صاحبتها، الناس يعني ما كبرش معاهم فاش غيسولوا عليها. هاد الدريه باينه ومعروفه باللي كانوا كيقولوا باللي ولدت ماشي واحد وحملات بالاخبار دارهم وكانوا يجروا عليها، وساكنه مع ديك الشوافه كتعاونها ميسره معاها تما في ديك الدار وعندها واحد وليد. الحياه ديال الشوافه غاديه بحال هكا، داخله سوق راسها وغاده في جناب الحيط، حتى لواحد النهار اللي غتبان واحد الحاجه اللي غريبه في داك الدوار. ناس هما فايقين، كاين اللي غادي للخدمه ديالو وكاين اللي غادي يديز من تما في ديك الطريق اللي ديز على الدار ديال الشوافه، كيسمعوا باللي واحد الطربيع وغالبا عرفوه باللي راه ولد هذيك الدريه اللي ساكنه مع الشوافه. ولكن هاد الدري يعني الصغير يعني معروف كيبقى يبكي شويه، امو كتعطيه مثلا الرضاعه ولا كتسكتو راه تيسكت، ولكن الناس اللي كيمشيو لالي وتيرجعوا في العشيه ولا تيجوا مع 12 نهار شافوا في ذاك الدري باللي ما سكتش. ويلي كاع صدفه، واش الصباح بكا ودابا بكا؟ ولكن الناس كتمشي وكتجي شافوا باللي ذاك الدري ما سكتش، والناس كيجمعوا واحد من هنا وواحد من هنا كيهضروا على داك الدري بلي راه ما سكت ما حتى حاجه. شويه الناس بداو يدقوا حتى شي حد مخرج عندهم، ولكن كما كتعرفوا ما يمكنش واحد يعني يجي ويدق ولا يدخل صحه ويشوف اش واقع. الدار ديال مولاتها ماشي انت سكيتي ولا شي حاجه غتدخل عندها، هادشي اللي خلى الناس الاول ما يزعموش. ولكن الناس ملي تجمعوا تما عرفوا بلي داك الدري الصغير هذا يعني باقي ترابيا ما يمكنش يبكي النهار كامل، ولكن اللي غيزيد يخلع الناس وغيدخلهم شك، الناس بداو يقولوا بلا النهار كامل تشوف راه مخرجاتش. راه شي مرات الدري اللي ساكنه معاها كتمشي للحانوت تقدا، الشوافه براسها راه كتخرج الصباح، مره كتقول لنا السلام، كتضرب دويره تشطب قدام الدار، وما يمكنش نهار كامل من الصباح للعشيه السيده ما بانتش. يعني والناس بداو كيتجمعوا كيتجمعوا كيتجمعوا، وداك الدري مازال ما بغى يسكت. احنا غادي يعرفوا باللي شي حاجه راه ماشي عاديه واقعه، والناس هنا غادي يقرروا يعيطوا للجندارم هو اللي يجي وعنده الصلاحيه باش يدخل يشوف اش واقع في هذيك الدار. جوندار فعلا غادي يجيو يسولو الشهود تما، يقولو مش كاين السيد راه مخرجاش، الدري راه نهار كامل هو تيبكي. الجوندار ما غادي يسمعوه وصافي غادي يقرو باش يفرقعو الدار ويشوفو شنو واقع فيها. وهذاك الشيء اللي غادي يدير الجوندار، غادي يحل الباب ديال برا، غيدخل الدار غيشوفو بلي الباب اصلا مسدود، يعني حتى شي حد يعني ما خارج ولا شي واحد ما داخل عندهم، والباب مسدود من الداخل، يعني الشوافه سد على دار من الداخل. الجندارم غيضربوا مع داك الباب حتى غادي يفرقعوه وغادي يدخلوا يقلبوا الدار شنو كاين فيها. هنا غيتصدموا بواحد البيت غيدخلوا هو الاول، غيلقوا الدري الصغير اللي تيبكي باضا وطار لي والو، هاكلس كيبكي يعني في واحد الليزار ديالو. ولكن الكارثه غيلقاو مو حداه، يعني مو ديك الدريه ضروبه بموس في الكرش ديالها وميتة تما حدا ولدها. غادي يخرج الجندارم يقلبوا الدار كاملة، ولا ربما يكون شي واحد معاهم، غادي يتصدموا بالشوافة في واحد المريح تما بحال الصالون، حتى هي ميتة تما ومدوزين عليها من هنا حتى لهنا. يعني هذا اللي دخل الإخوان جاي ديريكت قاصدهم. ولكن في لونكيط يعني البحث ديال الجندارم شنو غادي يقولوا؟
غادي يقولوا باللي هذا اللي دخل يعني لا تتوقعوه، باقي ما بان حتى شي حاجه. ادم هذيك الدريه ضاربه في الكرج ديالها، اما الشوافه مدوز عليها. اذا هذا النيه ديالو كان جاي يصفي الحساب مع الشوافه وشوف شنو دارت معاه. وهنا فين غيبدا البحث اللي كان مرون وكيفاش غيبداو الجندارم باش يوصلوا شكون دار داكشي. الجندارم في السيناريوهات الاولين غادي يشكوا بلي ياكما هذاك الدري الصغير علاش خلاه حي، ضرب مو وخلى الدري الصغير حي ومشى صفى هذيك الشوافه، ياكما يكون باه، ياكما تكون الدري اللي هاربه، ياكما شي حد يعني مع الشوافه وعاقت به البنت. بداو التحقيقات الخوت خدامين. المعلومات اللي غيجمعوا الجندارم على الشوافه غيقولوا بلي السيده جات سكنت في الدوار مش حال هذه وبعدات على والديها باش دير خدمتها وتبعها المصطاح. الجندارم غيمشيو ديريكت عند والدين ديالها باش يحقوا معاهم. الوالدين غيقولوا للجندارم بلي بالصح هذيك راه بنتنا، ولكن ملي كانت زوجات ما فهماتش وراجلها، وملي طلقات راه مشات سكنت تما رجعت لديك البلاد وبقى ساكنه فيها، احنا ما عندنا حتى شي معلومه. والجندارم غيسول على راجلها شكون بمن كانت مزوجه وغادي يمشيو عنده. كي اللي غيقول ليك راجلها طلقات ما علاش غيمشيو عند الجندارم؟ في البحث وفي حالات الجرائم توقع كل شيء من كل شيء، وكل شيء متاح وكل شيء مباح، خاص كل شيء يدوس المسطره. غيجيبوا هذاك السيد وغيهضروا معاه، غيقول لي مراتك عارفه فين ساكنه؟ راه لقيناها طاريله وطاريله. في الاول السيد غادي يتصدم فاش غيسولوا الجندارم، غيقول لهم هذيك السيده انا مش حاله تفارته معاها، انا عارفه باللي راه كانت شوافه، حتى لواحد النهار الحصلات دير لي شي حاجه في الماكله وصراحه خلعت. وديما السيده مكلاني ديما ماني شاك فيها، داكشي اللي كدير ديما كتجرف فيا، وانا دخلت على راسي وما بقيتش يعني تايق فيها، ومشيت في حالاتي وطلقتها وعطيتها فلوسها وفرقاتنا مع المحكمه والله يعاون الله يعاون. والجندارم من بعد التحقيقات ديالو والاسئله غيعرفوا بلي داك السيد بصح داك النهار اللي وقع فيه داك الشيء راه ما كانش تما، هو ساكن يعني في المدينه ما ساكنش تما. هنا شنو غادي يبقى لهم؟ غادي يوصلوا الجندارم الوالدين ديال ديك السيده اللي قالوا لهم بلي الناس رجعت هربانه حيت كانت حامله. غادي يوقفوا الجندارم على الوالدين ديال ديك الدريه اللي كانوا تما في واحد الدوار اخر، يقول لهم علاش الدريه بنتكم مشات تما؟ وهنا الوالدين غادي يصدموا الجندارم بالتصريحات، غيقول لهم هذيك الدريه كانت معانا يعني مهلين فيها، كانت عزبه وكل شيء هو هذاك، حتى واحد النار لا تحملات وعني ودرت لنا الشوه في ذاك الدوار والقبيله كامله كتهضر فينا، وواخا ذاك السيد يعني جا وبغى يصلح الغلط وبغى يتزوج بها حنا ما بغيناش، الشرف ديالنا هو كل شيء وصافي جرينا عليها. الجندارم بغى يبغي يسولو مع ذاك الدري شكون دار في هذيك الحاله، حيت ربما يكون هو اللي هربت عليه ولا شي حاجه، ولا والده ولدو وبغاش دير معاه شي حل، راه مشاو صفاه. وغادي يمشيو عند الجندارم وغادي يجيبوه باش يعرفوا شنو تحت راسه. اقول هذيك الدريه درتي لها؟ يقول لهم دات لها. والديها ما ديكلارو باك ما قالوا تزوج بها؟ قال لهم لا، والديها شافوا دار داكشي وما يجروا عليها وتبرؤوا منها، ولكن انا عيد نجي عندهم والرواليه فين ساكنه انا نتزوج بها، حتى شي واحد يعني ما وراني العنوان، وانا عارف باللي هذاك الدري راه الولد ديالي وبغيت نصلح الامور وندمت ودرت عقلي، ولكن ما عمر شي حد بغى يوريني في الكنايه. والجندارم غادي يسولو داك النهار فين كان، وغيسولو صحابو وغيسولو حتى هو غادي يبان باللي راه اصلا ما عارفش ديك الدري فين ساكنه، واللي راه ما كانش في داك الدوار اصلا. وهنا الخوت فين غيبدا التعنكيش والحماق في هاد البحث هذا وفي هاد لونكير، نازل الدوار قالوا باللي ما شافوا والو، السيد اللي كنا شاكين فيه راجل الشوافه دارت معاه شي حساب، طلعت هو ما باري وما مسوقش ليه اصلا، الدري اللي هربات بالدري هذاك اللي كانت عندها معاه العلاقه ياك ما جا ينتقم منه ولا شي حاجه، طلعت هو ما كاين والو، ولكن شكون غيكون دار هادشي في الشوافه؟ قال البحث خدام الاخوان وبقات الامور غاديه كما هي، حتى النهار اللي غتبان واحد الحاجه غريبه. واحد السيده اللي كان العمر ديالها تقريبا في 50 عام غادي تجي قصد دارك الجندارم في هذاك الدوار ديال الشوافه، وغتبغي تهضر معاهم وغتقول لهم جيت نبلغ بواحد الحاجه اللي خطيره. غادي يريحوا مع الجندارم يقول له باش باغي تبلغ غير ما كاين باس، غتقول لهم هذيك الشوافه اللي كانت طراليها وطراليها هي وديك الدريه، تقول ايه مالها؟ غتقول انا عارف شكون اللي دار فيهم داك الشيء، شكون اللي صفاهم. الجندارم غيقول لها شكون الشريفه؟ غتقول لهم راجل بنتي، راجل بنتك، وانت باش عرفتي هذا الشيء؟ غتقول لهم انا البنت ديالي هي اللي قالت لي. وهاد المعلومات اللي وصلت الجندارم غترون كل شيء، وغداروا ما ياخذوا السيده على قد عقلها، وما يمكنش تجي تقول لك هذه المعلومه وما تسوقش لها وتقول هذه هبيله. غادي يمشيو وغيجيبوا البنت ديالها، اقول لها باللي امو قالت لنا باللي قلتي لها راه راجلك هو اللي دار ديك الحاله الشواف والدري اللي معاه. وهاد الدريه غتصدم الجندارم وغتقول لي ما بصح راجلي هو اللي دار داكشي. الجندارم غادي يقول لها فين كنتي هذه المده كامله؟ فاتت شهر وزياده عاد جيتي باغا ديكلاري. غتقول لهم انا راه كنت خايفه من راجلي. قول لها راجلك دابا فين؟ وراجلي ضربت انا وياه ودفع الطلاق ودابا ما عرفتش وين كاين. والجندارم هنا كان ضروري يوصلوا هذا الراجل هذا باش يعرفوا الهضره واش بصح
ولات السيدة جاية باغا تلوح الباط على راجلها. مشاو الجوندار في الاول باش يجيبوه ويحقوا معاه، يعني مشاو عند الدار ديال الوالدين ديالو. وانا غيتصدموا الجوندار، ممكن تقول لهم بلي راه دي مدة وغابر علينا، خواتاته اللي مزوجات تما يقول لهم شحال هادي مبقاش عندنا. اواه السيد علاش غادي يغبر؟ وانا فين تاكل الجوندار بلي السيد وراه شي حاجة، وغادي يبقاو يقلبوا عليه ويقلبوا عليه. حتى النهار اللي جا واحد المخبر وقال لهم راه كاين في بلاصة فلانية، غادي يمشيو للجوندار وغيلقاو مخبي عند واحد صاحبه، غادي يجيبوه يجلسوه. وانا ما غيسخسخمش وما يكرفصمش في التحقيق، غير غادي يقولوا لي عرفتي اللي جبناك؟ وقال لي ما عرفكم، جبتوني لقبل الشوافة. وهنا فين الجوندار ما يبغى يعرفوا منه اشنو اللي طرا بالضبط، حيت لونكيت دوز مدة وكل شيء والناس والدوار كامل بيعرف اش واقع. وهاد السيد غادي يصدم الجوندار باعترافات اللي ميمكنش تخيلها. اقول لهم انا كنت عايش هاني بخير في داري، مزوج عندي وليد، عايش الحياة اللي هي هذيك، واخا مبلي واخا كنشرب مرة مرة داخل سوق راسي. صار واحد النهار جيت للدار كنشوف مراتي يعني باغي نتكا، تلقيتها حاطه لي شي تخربيق تحت من الفريج ديالي، وملي شديتها وزيرتها عرفت بلي داك التخربيق راه باغا تسحر ليا بيه ولا دير ليا بيه شي حاجه. وملي سولت وقلت لها من جاك هادشي، قالت لي مشيت عند الشوافه واش باش القبول وباش مابقاش تخرج بالدار وباش تبعد من البليه وتبعد من هادشي كامل. ومن ديك الوقيته وانا عايش موسوس، ديما كندخل نقلب نجي سكران نخاف من الماكله، وليت مرون. هذيك المره صافي ما واخا يعني قالت لي اخر مره وحلفات ليا وباللي هادي عمرني ندير شي حاجه، ما بقايش قادر نتحقق. عاد نبغي ناكل معاهم تنشك هي واحد المواطن يتلاقوا عليا، وليت مصدوم وخفت تبقى تمشي عند ديك الشوافه ومن تما واحد على الشوافه. ولكن واحد الليله ديت راسي نسيت الموضوع وما كاين والو، حتى حصلت عاود تاني داير لي شي تخربيق. وانا فين صافي قلت لها اليوم غنتهنوا من الشوافه، وخرجت مشيت شربت انا وصحابي داك الشيء رجع ليا لعب عليا الصحاب. هزني واحد صاحبي بالموطور حطنا على الشوافه ودخلت عليهم نقص الحيط ودخلت من الباب ديال اللور. ما يعني جاي باغي نضرب الشوافه انا، ما كنت كاع باغي نضرب ديك الدري ولا، ولكن غير دخلت انا ما عارفش البيت ديالي فين كاين. حليت البيت الاول دخلت لقيت فيه ديك الدريه فاقت بيا بدات كتغوت، شديت لها فمها صافي طلقيت راسي خشيت فيها الموس. خرجت من الصالون بانت لي ديك الشوافه هي لا جايه فايقه، وانا شدة اللي عندي مع الحساب. وراكم شفتوا واش درت فيها. الجوندار بغى يقولوا لي هذاك صاحبك عاونك جا، اقول ملي هذاك صاحبي نسوه صاحبي وصلنا بالموطور تيتسنى هنا انا غنمشي ورجع عندك. ولكن الجوندار ما غيتصنتوش لي وغيجيبوا هذاك صاحبو حتى هو غيحقو معاه وغيعيام يحلف اليوم واللي انا راه وصلته وما كان اخباري والو. ولكن القانون اما تيرحمكش، اللي دار هادشي غيمشي مؤبد، اما داك صاحبو مول الموطور اللي وصلو مشى بعشر سنين الخوت. وهنا باش تعرف ان رجولتك والعشره ديالك شي مرات قدروا يغرقوك اخويا. وهنا سالت الفيديو النهار باش تعرفوا باللي راه صعيب تعامل مع الوسواس. قدر ديك السيده بقله العقل ديالها تبغي يعني دير شي حاجه، تبغي راجل يرجع الطريق يولي محصلك يولي وقاطفك الثقه، يعني عائلات كتخرب واسر كتسالي، حيت الانسان اللي خنتي الثقه ديالو مستحيل شي نهار يعاود يعطيك فرصه اخرى. تحياتي ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.